بعد غياب عن مشاركة في كأس الكونفدرالية، النادي الإفريقي يرجع الموسم هذا وكل أمال في محو خيبات المشاركات السابقة. النادي الإفريقي في نسخة العام الحالي خاض دور تمهيدي وحيد كان قدام باير دار كينيما الأثيوبي. الإفريقي خسر 2-0 في الذهاب قبل ما يقلب الطاولة في الإياب 3-0 ويلقى روحه في دور المجموعات. تاريخ السياف المسابقة هذه ماهوش حافل برشا، ومن أحسن النتائج كان عملهم كانت في 2003 وين وصل لدومي فينال وانسحب قدام كوتون سبور الكامروني. الأفريقي خسر 3-0 في الذهاب وفاز في الإياب 2-1. في 2011 الأفريقي كان على بعد أمتار من التتويج باللقب بعد ما خسر بركلة الترجيح 6-5 قدام المغرب الفاسي. فاز الأفريقي في الذهاب 1-0 في رادس وخسر في الإياب بنفس النتيجة. ثم في 2015 تأهل السياف في الدور على حساب دورفين النيجيري بالغياب، وأحسن ورقة تأهل في الدور الثاني على حساب شلف الجزائري. الدور الثالث كانت المواجهة الشهيرة مع الأهلي المصري. الأفريقي اللي كان توج بالبطولة المحلية وقتها فشل في التأهل لدور المجموعات. ركلات الترجيح ابتسمت الفريق المصري 6-5، الأفريقي كان خسر في الذهاب 2-1 وفاز في الإياب بنفس النتيجة. آخر مشاركات كانت في 2017، مرة أخرى نادي الأفريقي كان قريب من وصول المباراة النهائية بعد ما سحب من نصف النهائي قدام سوبر سبور جنوب أفريقي. 22 أكتوبر 2017 تاريخ مر لأحباء الأحمر والأبيض بعد خسارة 3-1 في رادس رغم التعادل في جنوب أفريقيا 1-1. نهار الأحد باش تنطلق مغامرة جديدة لأبناء المدرب سعيد السيبي في دور المجموعات. الأفريقي باش يستقبل دريم زالغاني اللي ما عندوش خبرة كبيرة في المسابقات القارية. فرصة كبيرة لممثل تونس من لجنة لقاء ناجحة، خاصة أنه باش يكون مدعوم بجماهيره اللي باش تكون حاضرة كالعادة في مدارج رادس، وكلها أمال انطلاقة تكون سعيدة قبل 3 أيام من تنقل صعب لأنغولا في إطار الجولة الثانية.